يخصك اولا تعطي النتيجه ديالها. حنا ركزنا بالدرجه الاولى على كما قلت على السكينه ديال المنطقه، ركزنا على الفلاح والكساب واللي كيدير الفروسيه التقليديه الى اخره، لان باش يعني كيقولوا نعاونوا يتجاوز هاد الظروف الصعيبه اللي كتعيشها بلادنا. لان اليوم كنعرفوا بانه في المغرب التساقطات المطريه اللي كانت قليله راه بغينا ولا كرهنا خطرت واحد الشكل كبير، وشي واحد اللي كيقول لك راه الماء ما كيتقطع، دابا راه كيتقطع الماء كيتعتبر هذا، وكاين المناطق اللي كنفرقوا فيها الماء بالسيترات الى اخره، لكن كاين ظروف صعيبه. ولكن هذا اللي يمنعنا من يعني كما كيقولوا نحاولوا حنا بهذا الشيء نخفوا على هاد الناس، يحسوا بانه ربما كاين مجلس وكاين مسؤولين وكاين اداره اللي كتفكر فيهم. الدور ديالنا كمجلس جماعي هو واحد التقليد السنوي اللي كنديرو يبقى مستمر، وكل مره كنطلعوا المستوى. ولكن هذا لا يعني انه ما نديروش حوايج اخرين، هذا الشيء ديال التحسيس وديال ان المكتب الوطني للاستشاره في الاحياء كاين الناس كيشرح الناس وكاين اتفاق باش يديروا دورات تكوين للكسابه الى اخره، كاين المديريه الاقليميه للفلاح، كاين امور اخرى. انا كنقول بانه اليوم باش نمشيو في اي حاجه كيخصنا البدء ديال التخصص، كل لقاء ولا كل تظاهره ستكون توجه لواحد النوع معين ديال السؤال الثاني فيما يتعلق باستقبال الرياضيين والتضاريس الصعبه، يعني كيفاش نجمع ما بين هاد الزوج؟ لا هذا هو المنطقه شنو كيعطيها التميز هو هاد التضاريس، لان الانسان تيجي اولا كاين كيقولوا الجو ديال المنطقه كيقولوا الكليما الطقس طقس خاص فيه هو يمكن تما تمشي يمكن تنعس غير ثلاثة ولا أربعة سوايع وتفيق وتفيق كاين هذاك العلو على سطح البحر 1250 متر، وتتعرفوا بأنه العلو هذا اللي كيعطي إمكانية للأبطال الرياضيين وخاصة العالميين باش يشوفوا مثلا كيمشيو تما، لأن تما كيطوروا هذاك التنفس ديالهم وهذاك كيجيو كيتربصوا تما كيديروا التربصات الرياضيه وكيستافدوا من هذاك المجال. وهضرنا على السياحه الجبليه، حنا مقبلين ايضا على مشروع الدراسه ديال الدرب هو انجاز واعداد مجموعه من المسالين من الممرات السياحيه اللي غادي تكون خاصه بثلاثه الانواع، اما الناس اللي كيمشيو على رجليهم كيديروا لي روندوني ولا فوق العود ولا فوق البسكليطه اللي تديش، حنا اختارينا ثلاثه ديال الامور اللي هي ما كتلوش صديقه البيئه. اذا هذا حتى هو ربما ان شاء الله الدوره المقبله غادي يكونوا هذه المسالك السياحيه وهذه الممرات السياحيه موجزه، ماشي غير هو الماس، هو الماس واحد عدد الجامعات ديال الاقليم. اذا بغينا هذه المنطقه تكون خاصه بالناس اللي باغيين يديروا الرياضه واللي باغيين يديروا الرياضه بشتى انواعها، وحنا وفرنا هذاك المركز الاستقبال الرياضي اللي هو غادي يكون مكمل، لان يمكن لك اليوم دير المرافق الرياضيه ولكن الا ما كاينش الناس فين يسكنوا ما كاينش لوطيلات راه ما عندناش لوطيلات بزاف. اذا غادي من جهه كاين مركز الاستقبال الرياضي ومن جهه اخرى بدينا كندوروا على الناس ديك الثقافه ديالهم يمكن يصوروا في الدار عندهم واحد العدد ديال المحلات اللي يمكن مخصصه للبيع، وهذا هو الطريقه باش ننميو الدخول ديال السلفه. شكرا. اذا شكرا على طرح هذا السؤال. اولا تكلمت على يعني المنطقه ديال ورمس كتمتاز بهذا الشيء ديال النباتات الطبيه والعطريه، يعني اللي هي باقا كما تيقولوا صوماج باقا راه عاد كيديروا عليها تحليلات، ولكن كاينه واحد المنطقه اللي سميتها غزاله. هذه المنطقه غزاله اليوم كاين ما يناهز او يفوق 3000 هكتار، وفي المغرب المنطقة الوحيدة اللي فيها هذه الخزانة وفيها هذه المساحة هي ورمس. وتتعرفوا بأنه في معرض الفلاحة هذه الخزانة خذات واحد لولابيه واحد الترميز اللي سميتو خزانة ورمس.
كيشتغلوا بطرق تقليدية شي شوية وتعرفوا بأنه الخزانة باش كتحسب دابا منورة دابا الألوان اللي كاينين اللي كتشوفوا هنا هي الخزانة هذه المبردة إذا راه كتوصل إلى 50 درهم للهكتار إلا الكيلوغرام 50 درهم للكيلوغرام يعني خصنا نعرفوا بأنه الزيتون المصغر اللي كيجيو كيشوفوا هذاك الشيء مرة يبيعوا الثمن مرة يخسروا وهاد الناس اللي كيمارسوا هاد المهنة هادي كيعيشوا وخا أن المدخول ديال الخزانة أحسن من ديال الحبوب حيت دابا عوضوا الحبوب بالخزانة والأهمية ديال الخزانة عاوتاني الأخوان والأخوات هو أنه ما تستهلكش الماء بزاف ما تحتاجش الماء بزاف إذا حنا اليوم أمس الحاجة إلى تشجيع يعني زراعة اللي ما تستهلكش الماء لأن واش قبلنا بلادنا مقبلة على واحد الضغط كبير على المياه وبالتالي حنا الواجب ديالنا نشجعوا هذا النوع ديال الزراعة فيما يخص أسيدي حسن قلتي لي الرياضة